من جانبه أكد وزير الخارجية الياباني تطلع بلاده لدور مصر الريادي في العالم الإسلامي لضمان السلام، كما أكد عزم بلاده على تعزيز التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين. وقمنا بتبادل الآراء حول تعميق التعاون بين اليابان ومصر فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط ومؤتمر تيكت الثامن والتعاون مع إفريقيا، فإننا نقدر تقديراً عالياً الجهود المبذولة من قبل مصر فيما فيها السلام في الشرق الأوسط، ونحن عازمون على استمرار التعاون الوثيق من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.